فاطمة نصر من سبها. مشروعنا هو مشروع يومي يساعد النساء اللي عندهم مشاريع أكل منزلية بتوسيع وتحسين مشاريعهم. كيف؟ إحنا نكون زي حلقة الوصل ما بينهم هم وما بين الزبائن، وما بينهم وما بين الفرص اللي تقدر تحسن مشاريعهم أو تكبرها. حاليا نخدمه في طرابلس وبنغازي وسبها. أهم الإنجازات نعتبر فيهم ثلاثة. أول وحدة اللي هي فزنا كنا أحد الفائزين في مسابقة إنجازي، أول مسابقة محلية ما بين رواد الأعمال عن طريق شركة تطوير. الإنجاز الثاني كان توسع، بدينا في سبها بعدين مشينا طرابلس وبنغازي. الإنجاز الثالث خلينا حوالي 500 مرأة تقتنع بالمشروع أو تخش معنا في مشروعهم. بالنسبة للخطط والمشاريع المستقبلية من ناحيتين، من ناحية شخصية نقرأ الماستر، من ناحية المهنية أو مشروع يومي بالذات نبو نتوسع أكثر في مدن صغيرة اللي في ليبيا. مازال نبو ننزلوا التطبيق قريب إن شاء الله، وبدينا نحط في مشاريع جديدة زي التدريبات وزي تغطية الأحداث الكبيرة. فشوي شوي بنكبروا المشروع ونزيدوا نضموا أكثر عدد من النساء. النصيحة اللي ممكن نقدمها للشابات اللي يبوا يبدوا مشاريعهم الخاصة في ليبيا أن أول حاجة ما يتأثروش بالوضع. إحنا بدينا في أوضاع مأساوية في سبها، بس يبي الموضوع شغل شوية تكيف على البيئة اللي أنت فيها والبيئة اللي فيها المشروع متاعك. ولازم تخلي في بالك إن فيه مخاطر تاخدي بالك منهم وتديري خطط باش تتجنب المخاطر هذه. بس إذا كان عندكم فكرة مشروع، أول حاجة لازم تديروها أن أنتم ما تحطوش روحكم، ما تسمعوش كلام الناس إذا كان سلبي. أبدو فيه يعني أبدو فيه المشروع إذا كان عندكم فكرة واتية، إذا كان عندكم لازم يكون عندكم حتى معرفة بأساسيات البزنس. لازم تخشوا دورات على مرواحكم، تقفر روحكم، حتى في الإنترنت فيه ماتيريال يعني لا تعد ولا تحصى. فكل حاجة كل حاجة قريبة منكم حاليا، بس حاجة واحدة أن أنتم لازم تختاروا فريق كويس، لأن هذه الحاجة يا أما بتنجح مشروعكم ولا بتفشلها. لازم يكون في شغف في الموضوع، لازم يكون في موضوع يمسكم أنتم شخصيا باش حتى يخليكم تستمروا وتزيدوا تقدموا على المشروع هذا أكثر وأكثر مهما أحبطتكم الظروف.